بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، مكملين برضو لسه مع تمرين كتاب المعاصر وبرضو درس الميل. هنا بيقول لي إذا كان المستقيم أ ب بيوازي محور الصراط، المستقيم بيوازي محور الصراط، وقلنا دي معناها إيه؟ والأ بكذا والباء بكذا، عايز قيمة السين. تمام، عايز قيمة السين اللي جوه الألف دي. هو معنى كلمة إن المستقيم أ ب بيوازي محور الصادات، ده معناه إن كده الميل غير معرف. أقول له كده بما إن المستقيم أ ب بيوازي محور الصادات، أقول له إذن الميل غير معرف. الميل إيه؟ غير معرف. يعني إيه كلمة غير معرف على طول كده وما تقولش لحد؟ دي أصلها 1/0. يبقى إحنا هنجيب الميل بتاع ده وهنسويه بالواحد على صفر. أقول له ميل أ ب بتساوي زي ما قلنا القانون، مش هيخص علينا حاجه لما نكتبه، اهوت شرط الكسر ناقص فوق وناقص تحت. يلا 5 و7 بنجيب من ورا لقدام، قلنا 3 وس 3 وس واساويها بالايه؟ 1/0. طبعا هنا انا بعمل مقص، الواحد في المقدار ده كله يتكتب هو هو، والصفر في ده يديني ايه؟ 0. التلاتة دي هتروح الجهة التانية بالايه؟ بعكس الإشارة. أو ممكن أودي السين بس، السين بس. يبقى 3 بتساوي س، يبقى قيمة السين بتساوي كام؟ قيمة السين بتساوي 3. طب هنا بيقول لي إذا كان المستقيم ج د يوازي محور السينات، كلمة يوازي محور السينات، يبقى الميل كده بتساوي ايه؟ 0. يبقى الميل هنا كده يا ولاد بيساوي ايه؟ 0. برضه نفس الشيء أقول له كده بما أن ج د اللي هو المستقيم ده بيوازي محور السينات، أقول له إذا الميل بيساوي ايه؟ 0، لانه بيعمل زاويه صفريه. تمام، هنجيب الميل بتاع ده، اقول له كده اذا ميل ج د بتساوي، اكتب القانون برضو، كل ما نكتبه كده كل ما تحفظه، شرط الكاس ناقص فوق وناقص تحت، ص ناقص 2 ادي الص وده الاثنين، وسالب 5 وسالب 5 وايه؟ 4، واساويها بالايه؟ كلمه بالصفر. الصفر ده اصله على كام؟ اصله على 1. الصفر ده في الرقم ده كله يديني بصفر، والواحد ص ناقص 2 يديني هي وهو ص ناقص 2، والصفر في ده يديني كام؟ 0. الاثنين ده هتروح الجهه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى ص بتساوي كام؟ 2. يبقى قيمه الص بتساوي كام؟ 2. انا شايف ان الموضوع سهل جدا، انك تحل بس، الفكره بس انك تحل، وما تخافش، اسمع الفيديو مره واثنين و10 كمان، وما تسمعش كلام حد ان المنهج صعب، لا، باذن الله في تمارين كتيره نازله قوي، كتير، بس اهم حاجه انت بقى ايه تفهم. بيقول لي هنا إذا كان المستقيم لام واحد يمر بالنقطتين ده وده، والمستقيم لام اتنين يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45 درجة. أوجد قيمة الكاف هنا إذا كان المستقيمان متوازيين، وإذا كان كمان متعامدين. المسألة ده مستر شكلها جديدة وصعبة، لا هي نفس الأفكار بس هو بس إيه؟ جاب لك الاتنين في بعض. هي نفس الفكرة بالظبط. دي مسألة ودي مسألة. هقول له إذا كان المستقيم الواحد، المستقيم اللام واحد ده يوازي لام اتنين، أقول له إذا ميل لام واحد هيساوي ميل لام اتنين. طب طلع لي بقى المستقيم الأولاني، ميل لام واحد. هنكتب القانون، مش مشكلة بقى، خلاص المرة دي الكاف والواحد من ورا لقدام، 2 ناقص 3. دي هتساوي كام؟ كاف ناقص 1 على 2 ناقص 3 يديني كام؟ سالب 1. سيبها زي ما هي كده. طب ميل الثاني، قال لي هنا بيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاويه قياسها، يبقى على طول كده ظا الزاويه، ظا هاء، ظا كام؟ 45. ظا كام؟ 45. تقوم تطلع الاله الحاسبه بتاعتك وتكتب تان 45، هيطلع لك بكام؟ ب1. يطلع لك بكام؟ ب1. اقول له سووهم ببعض بقى، كاف ناقص 1 على سالب 1 هسواه بالايه؟ بال1. وال1 ده اصله على 1، واعمل مقص. 1 في كاف ناقص 1 هي 1 في سالب 1 دي برضه سالب 1. تمام، ده يروح الجهة التانية بعكس الإشارة، يبقى كاف يساوي 1 ناقص 1، يبقى كاف بتساوي كام يا حبيب قلبي؟ يساوي كام؟ 0. بس طب عند المتعمدين يبقى لازم أقول له كده إذا كان متعمدين، إذا كان لام واحد عمودي على لام اتنين، يبقى إذا ميل لام واحد مضروب في ميل لام اتنين لازم يطلع لي بكام؟ بسالب 1. طلع لي ميل لام واحد، احنا طلعناه فين؟ ميل لام واحد كاف ناقص 1 على سالب 1 مضروبه في الميل الثاني اللي هو بكام؟ بكام 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 بكام؟ ب1. اهو يبقى اكتب كده
كاف ناقص واحد على سالب واحد مضروب في واحد هساويه بالايه؟ بالسالب واحد. تمام يا حبيب قلبي؟ تمام يا مستر. تمام. الواحد ده يروح مع الواحد ده، اتفضل لك سالب، السالب ده يروح مع السالب ده. خلاص، يبقى السالب ده يروح مع السالب ده، والواحد ده يروح مع الواحد ده، لان ده اصله على واحد. اتفضل لي كاف ناقص واحد واتفضل هنا واحد. هيروح الجهه الثانيه ده السالب واحد بعكس الاشاره، يبقى واحد زائد واحد، يبقى كاف بتساوي كام؟ اتنين. تاني؟ تاني. كروتها هنا دي صح؟ طب تعالى نعيدها من تاني. احنا قلنا الميل الاولاني في ميل التاني يديني سالب واحد، الميل الاولاني كاف ناقص واحد على سالب واحد مضروب في الميل التاني اللي هو بواحد، واساويه بالايه؟ بالسالب واحد. ماشي. الواحد ده يروح مع الواحد ده. تمام. السالب ده يروح مع السالب ده. ما دام في ضرب اقدر اعمل باقي اللي انا عايزه في الطرفين. اتفضل لك ايه؟ اتفضل لي كاف ناقص واحد واتفضل لي هنا ايه؟ واحد. هتودي ده بعكس الاشاره، يبقى كاف بتساوي كام؟ اتنين. تعالى كده نطلع نشوف الكاف فعلا طلعت كام؟ اتنين. دي زيها بالظبط برضه. بيقول لي هنا اذا كان المستقيم تعالى كده، اذا كان المستقيم لو واحد يمر بالنقطتين ده والمستقيم الثاني يصنع مع الاتجاه الموجب بمحور السنان زاويه موجبه قياسها 135. اوجد قيمه الكاف اذا كان المستقيمان لام واحد ولام اتنين متوازيين. اقول له كده، اذا كان او عند لام واحد يوازي لام اتنين، اذا ميل لام واحد يساوي ميل لام اتنين. اظن دي سهله. يلا طلع لي ميل لام واحد شرط الكاس بعد ما تكتب القانون من ورا لقدام، 3 و5 وهنا 2. معلش دي 3 ودي كاف زائد 5 كاف. تعالى بقى ايه، نركز في الحته دي تاني، اكتبها من تاني. نحط هنا ناقص وهنا ناقص 3. كتبت ال 3، المفروض اكتب هنا ايه؟ كاف زائد 5 صح؟ بس في هنا سالب هتعكس اشارتها، السالب دي هتعكس اشاره المقدار ده، فهتبقى هنا كاف والموجب 5 تبقى سالب 5. قلت له يا مستر طب ما الكاف ده قدامه موجب، ليه ما بقتش سالب؟ ما هي خلاص. و2 ناقص 4 بتساوي هنا 3 ناقص ال 5. ما تقولش 3 ناقص كاف، الكاف ده مجهول. 3 ناقص ال 5 يديني سالب 2. سالب ب 2 بقت سالب كاف سالب 2 على 2 ناقص 4 يديني برده سالب ايه؟ 2. سيبها لحد ما هي كده يعني، سيبها زي ما هي. تعال نطلع الميل الثاني، جايب لنا زاوية يبقى ظا هاء. يبقى ظا ايه؟ هاء. اقول له ظا 135 هتطلع لي. نعمل كده نطلع الآلة الحاسبة ونكتب هنا تان 135 طلعت كام؟ سالب واحد. يبقى هنا تطلع لك بكام؟ بسالب واحد. طبعا هنساوي الميلين دول ببعض. ودي اصلها على واحد، السالب واحد دي اصلها على واحد. الواحد هيتضرب في المقدار ده كله ويطلع هو هو، وهنا ده يروح مع ده، والواحد في اتنين باتنين. الاتنين دي تروح الجهه الثانيه، 2 زائد 2 سالب كاف بتساوي هنا 4، والسالب ده برضه يروح الجهه الثانيه، يبقى كاف بتساوي سالب ايه؟ 4. وطبعا المساله الثانيه زيها برضه، يعني متعاملين بقى، لازم تطلع الميل الاولاني في الميل الثاني، ولازم يطلع لي بكام؟ وتساويهم بالسالب واحد. خلاص بس كده. طب هنا بيقول لي اوجد قياس الزاويه الموجبه التي يصنعها المستقيم لام مع الاتجاه الموجب لمحور السينات اذا كان المستقيم ده يمر بالنقطتين ده. إذا كان المستقيم ده يمر بالإيه؟ بالنقطتين. يعني هو عايز الميل، وهنساوي الميل بالظا، مش فاهم. تعالى بس هات الميل. هو عايز الزاوية. طب هات الميل الأول، هات الميل. يبقى الليم ميل المستقيم بتساوي شرط الكاس ناقص وناقص، السالب 5 مع الثلاثة، والاثنين مع الأربعة. هيطلع لك هنا بكام؟ سالب 8 على سالب 2. صح؟ الاثنين تطلع لي كام؟ بأربعة. طلع لي بقى ده طبعا الميل، الميل انا عايز الزاويه. طبعا انت عارف ان ظا هاء يديني المقدار او الزاويه الموجبه اللي بيصنعها المستقيم في الاتجاه الموجب لمحور السنات، يبقى ظا هاء هتساويها بكام؟ بالاربعه. يوم ما اطلعها بقى اقوم كاتب كده، شوف هكتب ايه؟ عشان ده رقم، عشان ده رقم عادي مش زاويه، دي مش زاويه، انا عايز الزاويه. بقول له شيفت تان، شيفت تاني وقوم كاتب الأربعة. وبعد كده أضغط ووات، طلعت لي 75 57 و49 ديت و52 100، بتقربها بتطلع لك ب 50 زي الإجابة اللي جنبيها كده. يبقى أنا طلعت إيه؟ قلت شيفت تان، شيفت تان، ما كتبتش تان على طول، ما كتبتش تان على طول، لأ شيفت تان. هنكتفي بالقدر ده، وإن شاء الله نتقابل فيديو جديد وشرح جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.